خوت كي دايرين؟ مزيان بخير. وهذاك كداس العطلة ديالكم؟ نتمنى تكونوا دوزتوا عطلة مزيانة، نتمنى تكونوا كلكم فرحانين بالنقاط ديالكم اللي جاب نقاط مزيان. بالتوفيق. الناس اللي ما جابوش مزيان باقي الدورة الثانية ان شاء الله، ما تفقدوش الامال. المهم اليوم 27 شهر واحد، انا مزيت 29 شهر واحد، يعني بقات يومين على عيد ميلاد ديالي، وباغي ندير واحد عيد ميلاد صغير، واحد الحفلة صغيرة مع صحابي. المهم نيت الفيديو تاخدو بعين الاعتبار بان اللي كيبغي يفرح براسو في شي عيد ميلاد ولا في شي مناسبه كيما كانت، راه ما خاصوش زعما ضروري واحد الامكانيات كبيره ويديرها في قهوه ولا يدير شي حاجه صعيبه بزاف وحلوه كبيره ويعرض على الناس. حفله صغيره كيما تشوفوا ان شاء الله، حفله صغيره ويدوز ان شاء الله داكشي مزيان، ودابا نشوفوا مع بعضياتنا كيدوز داكشي. المهم دابا نقومو بالتزيين، نقومو باللغه العربيه عاوتاني، دابا نقومو بالتزيين ديال البيت. المهم بعدا نعرفكم على واحد السيد، ماشي سيد، واحد الشيء. هذا انا من البيت، استوديو ديالي فين راه؟ هاو استوديو ديالي فين كندير لكم داك التخرب كولو، داك الاستوديو اللي كندير صافي. المهم هذا الصديق ديالي الحميم، هو البيسي هدرا دريف الله يعمر هذا مسكين، صبر معايا شي 5 سنين هو معايا ولد الناس. المهم كيف قلت لكم نزينو هاد البيت باش فاش يجيو الاصدقاء يقاو مزين، حكم عارفين شي شويه. النفاقات شريناهم ب10 دريال الوحده، هي 4. داكشي تاع التزيين اوغوزمون كان عندنا، يعني انا راه فهمتو انا ظريف، وداكشي كنقول داكشي كمل ولا. المهم حنا نديرو داكشي ديالنا، الكاميرا مع عبد الله فهاد عيد ميلاد كولو. المهم دابا كي قلت لكم غنزينو هاد الشيء، غنخليكم واحد شويه ونرجع لكم ونشوفو هاد الشيء كيجا. المهم عقلو دابا عليه كي دايا، وقولوا لي التزيين ديالي رفقات الوالده ديالي كيكون واش مزيان ولا ينبعدو على هاد الشيء الحفلات. المهم هانتوما كتشوفو دابا الحاله كي دايا، نزينو ونرجعو. دابا عاد سالينا نوريكم هادشي كي جا، وتعطيونا الرأي ديالكم من بعد في الكومنتات. اوكي خير. المهم اليوم 29 واحد النهار اللي قلت لكم عندي عيد ميلاد، اليوم في العشية يكون ان شاء الله عيد ميلاد، ان شاء الله نشطو ويدوز داكشي مزيان. المهم بالنسبة للناس اللي جاو مرحبا بيهم،
الناس اللي مازالوا يستنوا باش ان شاء الله الحق جاي الحفله صغيره ما يمكنلكش تعرض كلش، وعندي بزاف الاصدقاء كلهم معزازين عليا وكلهم مزيانين، ولكن ما يمكنش تعرض كلش. انا داير حفله صغيره وحليوه صغيره وتعرض كلش ما يمكنش. المهم الناس اللي مازالوش يسمحوا لنا ان شاء الله باقي ايام الله طويله ونتسابعوا ان شاء الله. ونسيت واحد الحاجه، انا باقي عطله ونسيت بان الناس بداو القرايه، يعني كاين اللي ما يجيش، كاين اللي قاري ولا كاين اللي عنده الشغال ولا شي حاجه يقد ما يجيش. المهم كنتمنى يجي الناس يجيو هذوك اللي عرفتو بالحقاش، ما عرفتش واحد العدد كبير، عرفت شويه اصلا ماشي عرفت، هذيك قايصه بوحده ما نخلي داك الشيء بوحده، ما عرفتش الناس بزاف، هي شويه ولا زادوا نقصوا ما نعرف. المهم تنشوفو داك الشيء شنو يوقع. دابا راه فقت بكري من غير العاده، انا راه بكري ديالي هي رفيق مع شي الوحده 12 هذيك هي بكري ديالي، اما دابا رفيق مع التسعود ماشي نتريني مورا نجي للدار نلبس ونقاد ونرجع لكم عاوتاني. وعندي لكم واحد المفاجأة اللي هي عندي واحد المقلب للناس اللي يجيو عندي الأصدقاء ديالي. هاد المقلب شنو هو شنو هو هو نخليكم حتى نجي من لاصال ونلبس ونوري لكم. اوكي يا دابا راه باقي شوية نشرب الناس، المهم نخليكم على ما نرجع. خوت انا رجعت، انا ترينيت جيت دابا كليت كلشي مزيان. المهم المفاجأة اللي قلت لكم عليها هي انه نديرو المقلب للناس اللي يجيو عندي الاصدقاء ديالي. هاد المقلب شنو هو؟ نشري واحد بيمو، انا ديجا شريت نوريكم بحال اوريو، ما عنديش فلوس باش نشري اوريو، اوريو غالي وخصني بزاف. المهم بحال اوريو في ظاهر وفي الكريم من الداخل، نحيدو حنا داك الكريم ونديرو في عطو الصينية. السينيال ولا السقاو فاش يجيو داخلين، غير يجيو داخلين نعطيهم نقول لهم بحال الكرة حبيهم ولا شي حاجة بحال هكا، نقول لهم كولو ونشوف ردة الفعل ديالهم، فهمتو؟ المهم دابا خليكم معايا باش نصاوبو الكاطو بيمو ونشوفو داكشي كيدوز. هما حنا دابا نبداو، شوف راه عارف الكاليتي ديال التصوير خايب، كنصور لك التليفون ما عندي ما ندير. المهم يا مشاركة، المهم كاطو بحال هكا، هادي ثلاثة كناكلها. المهم نبداو. مسواك المشواك، المسواك ماشي بيض تشيني ولا ما المهم نشوفو كيجي. الاولى ما دابا فهمت شنو كاين، يلا نخليكم على ما نسالي هادشي ورجع. صوبنا هما كما كتشوفوا، تفردتوا لي الاغلبيه كليتهم. المهم صوبت خمسه هما ثلاثه هنا وجوج هما في هنا، لحقاش واحد جوج ديال الدراري صحابي ما كيعرفوش الدار، يعني غنخرج نتلاقاو فاش يوصلوا. اذا فاش يوصلوا ندير راسي ماشي عندهم كناكل، راكم تشوفوا كلشي، عندي راسي زعما راني شاري بيمو كناكل ونسلم عليهم بحال ندوقو، نقول لهم هاكو ونشوفو شنو يوقع لهم. صافي هادشي اللي كاين، يلا نخليكم تيجي شي واحد اولا نخرج عندك الدراري ونبداو المقلب ديالنا ونبداو العشية ديالنا كاملة. اوكي الدراري اللي قلنا نتلاقاهم في الزنقة راهم جايين نمشيو نتلاقاهم، ولكن قبل دزت جبت البنت الوحيدة اللي تكون معانا. اجي هاكا هاكا وهي هاديك. دابا انا ما عنديش بزاف مع الرومانسيه، كنضحك ما عنديش مع الرومانسيه بزاف. المهم البنت هاديك اللي ناوي معاها الحلا، صافي ناوي معاها الحلا، كتلخص داك الحب وداك الشيء كامل. صافي لا ما زيد نهضر. المهم غنوريكم شنو جابت لي. ها هو مولا بس داك الشيء، واحد الحلوه واحده اخرى تبعتي من غيركم. انا راه قلت لكم صوب حليوه صغيره، يعني الا لقيت جوج حلوات عرفوا واحده راه جابتها هي. جات واحد الكادو في يدي حسب بلاتي ونوري لكم. المهم هادشي اللي كاين دابا، نمشيو عند الدراري ونصور لكم داكشي اللي قلت لكم. قلنا لكم اجا صاحبي يسلمو ونصور، كنصور اصاحبي ما كتصور الفلوغ يا صاحبي. السلام عليكم. مزيان بخير صافا، قلت عليا هادشي اصاحبي شرات لنا هذيك ولا هذا جايب لكم حقكم. قلت لها الدراري كيسنوا خذي وحده اصاحبي. راه غير وحده هزيت من الاصل ضمو. شكرا شكرا اخي. وكرا اصاحبي قدنا حرام.
مالكم حراسة مالك مالك دافيا سينيا مالك سينيا يلا اسم يلا ربش ايش اكسب عنا في واحد المقلب زويوت عطيتو داك سينيا كلها ما حلش بيه كيما تصور والو والله الا كلها قالك فلي انت بالشهود ياك اخوتي كدا هذا راسك وي لا ابو صافي شي تحيه وحداك تبارك الله شي واحد اخر شوفو وين سعيد ها تواليش راه كنصور الضويه بزاف راه كنفلوغ زيد اصاحبي تسلم على عمك سوفيا مزيان تفضل راه كتاكلوا الضيوف عاد كيدخلوا ها انتوا تقولوا ما كنعناش في الضيوف ديالنا زيد الضيف مالك تما راك لا ما انت ما جافش شوف الله يحفظك شوف انت وراك مزيان داكشي اللي كليتي شنو تما شنو كليتي طلعت تيشنا المعده ود البنه امانه اللي دخلك لها الشيء هذا اللي زيد كل كلمة هيموت 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 ما بيش صبرك علي تب اسي محمد شوف قبل ما تسلم وداك الشرع اللي جاك ياكل انت خليناك حبتك انت ما تقول ما كان عندناش الضيف اكون اصاحب قبل ما تسلم لا قبل بعد نسلموا صح واش شتي شي دابا حيدتي لي القوانين ايوا اكون قال لها هي يسحبوا من الصندوق عليكم بحال صافي تما الساعه يوم كنت قلت ها تما تقولي ما كلاهاش وشي حاجه دوخ شوفي دوخ شوفي دوخ شوفي مالك دوخ كل صافي كم في الرد مسكيتي ما شفتي ايه العمر مزيانة شنو شنو جاك فيا 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 ياك شوف قوي أصبرك مو دابا نقدم لكم اعضاء اللي حاضرين معنا هذا النهار من غير اللي هضرنا عليها قبيله نرجع للسي امين انا السي امين الدري الضريف مسكين الرجوله ولد الناس هذا من النوع المسكين اللي ضريف النوع اللي ضريف مسكين عطيني شي كلمه اخي شي كلمه عند الكاميرا بعد وحدها ايش كاميرا شي كلمه شويه سكسا صعب سكسو جويز انيفرسال سوفيا ثانك يو ندوز العضو الثاني هذا واحد عضو خطير في المجموعه ضريف حتى هو ولكن ما ماشي ماشي نيه هذاك او حرام شي كلمه هو عاد رفع عضو كاين في هذه الجلسه هذه مستقيمه تقنا عيد ميلاد سعيد اخ سوفيا أردو التالي هذا مسكين إيني هذا مسكين وما حوكي وضريب مسكين شي كلمة بروك بعد مشكلة بروك العين أشياء أقبل سنوات إن شاء الله هذا رجل القانون سي عبد العزيز رجل القانون شي كلمة سعيد تاكسي هو راك تما شوف مزيان كل ما تحشقصني طالب ديالي راه كيهضر على السينيا اللي كلا هذا السي زكريا شي كلمه سلم راه سلم عليهم سلم هذا راه ما بغاش يسلم ها زكريا هاكا لا ماشي سلم هذا السي عيسى مسكين بقى فيه الحال وكلا السينيا راه ما كيهضر ما والو شي كلمه السي عيسى وفي السينيا كلها صافي سالينا مهم كنت الطبيلة باش ناكلو شي شوية ورجعو لكم تاني اوكي
قدمنا لهم قبيلات. A few moments later. سينماتيك وعاد نرجعو اوكي.
قبيله ياك هذه ديالنا هذيك كم قبيله جبنا واحد مفاجاه بالصاف صاف ثلاثة زوج واحد دابا سالينا عيد ميلاد الناس بشو فحال موصلناهم دابا نحلو الكادو يجاونا الكادو عبارة على ماكلة حطيناها وكان جاو كادويات هكا المهم جوج كادويات صح غنحلوهم نشوفو شنو فيهم اوكي شكرا باشو كتصور دابا فيا شكرا 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 كنحشم ما عنديش مع الصور المهم شكرا بزاف شكرا 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 صافي شامبو صافي وخلينا نشوفو لها هادي بلا تسوى مزال تبقى بحال هادي عاد شتا عاد لقيتها دابا راه ما شفتهاش قبيله امين دريت شكرا اخي امين بزاف على الكادو على هادي شكرا السلام عليكم نتمنى تكون استمتعتوا معايا في الفيديو واخا القالب ديال التصوير ماشي هي هذه كما عندنا ما نديرو شكرا للناس اللي جاوا شكرا للناس اللي ما جاوا شكرا للناس اللي يديروا جيم شكرا للناس اللي ما يديروش جيم شكرا للناس اللي جابوا لي الحلوه شكرا للناس اللي صوبوا الحلوه شكرا للناس اللي جابوا الكادو اللي ما جابوش الكادو المهم كلشي شكرا ونخليكم مع واحد المقطع موسيقي واحد الديسك عجبني بزاف خليكم واحد شويه ونتلاقاو في شي حاجه جديده ان شاء الله All night, feel the vibration, lights are bright, feeling alright, we're dancing till the morning light. Happy birthday celebration, everybody in the temptation. Once again, this is your life, and everyone feels right. Happy birthday.